السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم ناصر حميد، راح أكون معكم إن شاء الله فيما تبقى من مادة إدارة المخاطر. المادة هذه كان فيها إسهاب وتفصيل كبير في المواد الأخرى اللي سبقت، وأيضا في الليكتشرز اللي فاتت في نفس المادة، لكني حريص اليوم أنه يكون الجانب المتبقي من الكورس يكون جانب هو تطبيقي أكثر مما هو نظري، بحيث أني أضمن أنا وزملائي وكل أخواني العاملين في الجامعة نضمن جودة ما يقدم، ونضمن حتى قيمة المعارف وأثرها في مجال الأعمال على أرض الواقع. طبعا أنا ببدأ بالتوطئة اليوم معكم بطريقة مختلفة، بطريقة فلسفية بحتة، فما راح أتكلم عن المفاهيم خلال هالعشر دقائق بقدر ما أتكلم عن فكرة ومفهوم المخاطر بشكل عام وبداية ظهورها. المخاطر طبعا هي أمر وأحداث موجودة منذ القدم، لكن الفكرة أننا نتحدث عن إدارة المخاطر، بداية ظهوره، أثره على المنظمات والأعمال. طيب، إدارة المخاطر بشكل عام كأحد فروع الإدارة ما تعتبر من الفروع القديمة جدا. هي أول ظهور لها كان في تقريبا 1931، تبنته أحد الجمعيات المعنية في مجال المخاطر المالية. طبعا هذا بداية ظهوره. بعد ظهوره بدأت المساهمات وبدأت المشاركات المختلفة من الأطراف المهتمين في مجال إدارة المخاطر، فتطور كمفهوم وتطورت معارفه وظهر له أطر عمل خاصة فيه، وظهر له منهجيات، وأصبح اليوم يعتبر من الاتجاهات الحديثة الثرية اللي تعتبر في سوق العمل مقدمة على الأعمال والممارسات الإدارية التقليدية الأخرى. إدارة المخاطر لها خصوصية عالية أو لها حساسية تجاه كل مجال توجد فيه. فإدارة المخاطر المالية تجد لها منهجياتها الخاصة اللي تميزها عن المنهجيات الأخرى. إدارة المخاطر في مجال الإنشاءات نفس الطريقة. إدارة المخاطر في مجال إدارة المشاريع أيضا لها خصوصيتها. لذلك تتعدد أطر العمل المتعلقة بإدارة المخاطر حسب المجال. لكن على مدى السنين اللي فاتت من ظهور هالمفهوم، أصبحت إدارة المخاطر في بعض الاندستريز والمجالات تتميز بنضوج معين. النضوج هذا يقدمها أو يمكن إننا نضعها كمنطلق لتطوير هالمعرفة أو هالمعارف المتعلقة بإدارة المخاطر. من أبرز المساهمين في إدارة أو فيها العلم المسمى بإدارة المخاطر المنظمة الدولية للمعايير أو الآيزو، طبعا معروف الاسم. المنظمة طورت إطار عمل اسمه آيزو 31000، طبعا هذا فيرجن، وكان قبله في فيرجن، وبعده أيضا بيكون في فيرجن جديد المعايير إدارة المخاطر. الستاندرد هذا أو الآيزو 31000 تضمن إطار عمل نموذجي يمكن استخدامه في مجال أو في تنفيذ أو تطبيق ممارسات إدارة المخاطر بشكل عام. لاحظوا قلت بشكل عام، يعني مو بشكل خاص، بمعنى أنه لا تزال الخصوصية للإندستري اللي مرتبط بالمخاطر حاضرة، لكن الجهد اللي انتهى عليه أو انتهوا عليه في بناء النموذج
أو هالستاندرد الآيزو 31000 قدم لنا إطار عمل مبسط جميل وسهل. أيضا من أطر العمل في إدارة المخاطر شيء قدموه المنظمة الأمريكية اللي هي اسمها الآيساكا ISCA. المنظمة هذه قديمة جدا غير ربحية، الهدف منها أو نشاطها بالأساس يركز على مجال تقنية المعلومات. طبعا هذا أنا ذكرت العام مثالين، والأمثلة كثيرة في المجال المالي، في المجال الصناعي، في المجالات الأخرى، لكن أشرت إلى هالمثالين على الاعتبار أنها مور فاميليار ويعني واسمها حاضر كثير في عند كثير من المهتمين في معارف إدارة المخاطر. اليوم ولأننا بناخذ الاتجاه التطبيقي في هالقسم أو في هالعمر أو في عمر هالمادة من رحلتكم في الماجستير، أخذنا أو اخترنا أحد النماذج اللي يفترض أنه يكون الأقرب لكم بحكم التخصص. نموذج أو إطار عمل إدارة المخاطر اللي إحنا في طور تقديمه الآن هو المعروف بالـ BMI Risk Management Professional، أو حتى أبسط المفهوم لكم الـ BMI Risk Management Framework، بمعنى أنه أنا عندي معهد دولي معروف غني عن التعريف يتردد اسمه في كل مكان يسمى الـ BMI. الـ BMI اليوم قدم لنا نموذج أو ممارسة معيارية أو ممارسة نموذجية أو ممارسة زي ما يحب البعض يسميها مثالية. الممارسة هذه ضمنها في دليل عنده، والدليل هذا طور له حتى شهادة خاصة فيه معروفة في مجال الأعمال اسمها الريسك مانجمنت بروفيشنال RMB، يمكن بعضكم حاصل عليها. طيب الريسك مانجمنت بروفيشنال، أو خلي أسميها بما يتوافق مع سياق هالمادة، الريسك مانجمنت فريمورك الخاص بالBMI مبني على بعدين. البعد الأول يسمى دومينز مجالات، والبعد الثاني يسمى بروسيسيز. طيب الآن وقفنا على المرتكز اللي بننطلق فيه للتفصيل. احنا نقدر نمسك بدال البي ام اي ريسك مانجمنت فريم ورك ناخذ والله الايزو 31000 او الايساكا فريم ورك او واتيفر، لكن انا حرصت فعلا اننا ننطلق من هنا، لان المعارف اللي او تناولنا للمعارف فيها الدليل بالذات مرتبط في تخصصكم اللي هو مجال الاداره، على وجه التحديد مجال اداره المشاريع. طيب اليوم الدليل هذا وهو يعتبر أحد أدلة إدارة المخاطر المقدم من الـ BMI مبني على بعدين، الأول يسمى النطاقات domains، والثاني يسمى processes عمليات. طيب أما الdomains في إطار عمل الـ BMI فهو من 5 domains، من 5 مجالات، كل مجال يحتوي على تاسكات، يعني مهام تطبق ضمن هالنطاق. طيب كيف أنا بطبق هالتاسكات؟ وش أدواتي اللي بستخدمها في تطبيق وتنفيذ هالتاسكات والمهام؟ الجواب بسيط، أدواتي لتنفيذ هالتاسكات مبني على البعد الآخر اللي اسمه البروسيسيز. فقدامكم الآن مثلا بالشريحة في الدومينز وبذاكرها وذاكر حتى عدد التاسكات في كل دومين، ومقابله ذاكر البروسيسيز ومحددها بكم بروسيسيز، 6 بروسيسيز. قبل ما أنتقل للبروسيسيز أبتكلم عن الدومين بشكل عام وعن البروسيسيز بشكل أو بإسهاب أكبر في مرحلة لاحقة. أبدأ أولا بالدومين. إذا أذكركم بالمعلومة،
أنا عندي أطر عمل إدارة مخاطر موجودة في كل المجالات وفي كل التخصصات، واحد منهم يسمى الريسك مانجمنت فريم ورك أو الار ام بي ريسك مانجمنت بروفيشنال، اللي هو مقدم من البي ام اي. طب وراك اخترته ليش؟ أنا اخترت الإطار العمل هذا. الجواب بسيط جدا، لأنه هو الأكثر أو الأقرب لتخصصنا في الإدارة، بالتحديد في إدارة المشاريع. نجي الآن نتكلم عن الدومينز والبروسيسيز. أولا زي ما ذكرت لكم، أنا عندي 5 دومين، 5 مجالات، كل مجال يتناول موضوعات ومهام خاصة فيه. أول مجال عندي اللي هو الاستراتيجي and planning، risk strategy and planning. طيب الريسك استراتيجي and planning إذا قريته، إذا ترجمته بالعربي وش معناته؟ يعني استراتيجيات المخاطر والتخطيط، صح؟ طيب الريسك استراتيجي and planning من اسمه تدري أن الدومين هذا كل اللي يكون فيه بالدرجة الأولى الهدف منه التخطيط. وترى إذا جينا وقلنا بلانينج أو قلنا استراتيجي، فإحنا إلى حد ما نشير إلى معنى متقارب، لأنه الاستراتيجي هي بلان، وإن كانت هالبلان هذه لها، ولأن البلان هذه لها خاصية أو بعض الخصائص الخاصة فيها، كأن تكون أطول عمر أو كأن تتطلب شكل من أشكال الحوكمة، لكنها تبقى خطة. بالتالي الدومين الأول اللي يتضمن، الدومين الأول في إطار هالعمل يسمى الريسك استراتيجي اند بلانينج، يتضمن مجموعة من المهام أسردها لكم ببساطتها. أول واحدة أنك تطور أدوات أو عمليات، أدوات وعمليات تقييم المخاطر. الثاني أنك تحدث سياسات وإجراءات المخاطر، أو بالمخاطر كذا حاف المخاطر أو إدارة المخاطر يكون أكثر دقة. هذا الثاني. الثالث يقول لك أنك تطور إيش؟ خطتك الاستراتيجية في التعامل مع المخاطر. وإذا كنت ما تملك حق التطوير، فأنت على الأقل تملك حق التوصية. لذلك كان من الطبيعي أنه يصاغ أو تصاغ هالمهمة كالتالي: develop and recommend project risk strategy. الآن هذه مهمتنا الثالثة ضمن الدومين الأول اللي من أصل 5 دومين في إطار عمل إدارة المخاطر المقدم من PMI، اللي هو أحد منهجيات إدارة المخاطر الكثير منتشر بكل مكان. طيب نجي للمهمة الثالثة، عفواً الرابعة الآن: produce risk management plan for project، إصدار خطة إدارة المخاطر للمشروع. الخامس: establish evaluation criteria for risk management processes، إنك تحدد المعايير اللي تستخدم في إدارة المخاطر، معايير التقييم اللي تستخدم في إدارة المخاطر. لاحظوا المهام هذه كم عددهن؟ 5 قلنا حنا، صح؟ لاحظوا طبيعتهن كلها، وش تشعرون فيه؟ تشعرون كلها متعلقة بمرحلة متقدمة من عمر العمل والنشاط، اللي هي مرحلة التخطيط، تطوير أدوات التقييم، تطوير تحديث السياسات، تطوير الخطة أو التوصية فيها، إصدار الخطة، تحديد المعايير، كلها واضح أنها في مرحلة متقدمة من عمر أي عمل ينفذ. هذا الدومين الأول. ننتقل الآن إلى الدومين رقم 2. قبل شوي قلنا اسم الدومين Risk Strategy and Planning. الآن الدومين وشو؟ Stakeholder Engagement. وانتبهوا هالدومين وهالدومين منين جايات؟ جايات من العرض الأول اللي قلنا فيه عندي 5 دومين،
وقلنا كل دومين في 5 تاسكات، وهالتاسكات كيف بنفذهن؟ بنفذهن من خلال 6 عمليات، وبنجي للعمليات بعد شوي. طيب نجي الآن للدومين رقم 2. حنا بتعاطينا مع المخاطر لابد أننا ندرك حقيقة مهمة، أن الخطر أو أن اعتبار الخطر خطر ما هو بخاضع بالدرجة الأولى المدير المخاطر أو مدير المشروع، لا، اللي يحكم الأمر هذا أولا هم المعنيين بالعمل أو بالمشروع. يعني مثال، اللي يحكم والله انحريق المولد هو يعتبر خطر، ما يمكن يكون الممرض اللي بالمستشفى إذا كان مولد بالمستشفى. اللي يحكم ويحدد أنه خطر فعلا هو مدير المستشفى. إذا والله بأخذه على نطاق صغير على قدنا بقول والله مطعم، اللي يحكم والله أنه في التماس بالأحد الإضاءات بالمطعم، اللي يحدد هل هو هذا يعتبر خطر ولا لا، أكيد أنه مو بالشيف اللي يشتغل على الفرن، أكيد أنه مدير الصيانة أو مدير المطعم. إذن تحديد المخاطر بالدرجة الأولى يخضع لاختيار الستيك هولدر، أو يخضع لرأي وتقدير وشهية وسماحية الستيك هولدر، وبنجي بعد شوي لتفصيل الشهية والسماحية وأوائل الأخير. طيب إذن الدومين الأول قلنا فيه Risk Strategy and Planning، الدومين الثاني Stakeholder Engagement، الارتباط بالمعنيين. طيب هنا بذكر على شغلة، من هم المعنيين في المشروع؟ أنا أوجه السؤال للمتخصصين، وأنتم اليوم سادة المتخصصين على اعتبار أنكم في مرحلة متقدمة في مجال إدارة المشاريع الماجستير. المتخصصين عفوا المعنيين أو الستيكهولدر هم قد يكونون أفراد وقد يكونون مجموعات يتأثرون أو يؤثرون سلبا أو إيجابا بالمشروع. هذا باختصار مفهوم الستيكهولدر. طبعا للوهلة الأولى أنت إذا سمعت هالتعريف ده بتعتقد أن مدير أن الستيكهولدر ممكن يضم الإنس والجن وكل اللي يحيطون بالمشروع، لكن كمدير مشروع الستيكهولدر إذا أشرنا له بشكل عام فحنا نقصد فيه الدرجة الأولى والثانية من الستيكهولدر، يعني المباشرين. ومعقول مثلا لو بجي وأسوي لي مشروع بناء جسر في أحد شوارع مدينة الرياض وأسأل مدير المشروع عطني قائمة الستيكهولدر، لا يمكن أنه يسرد لي كل سكان الرياض، 12 مليون هم عددهم كبير جدا، لكن يسرد التوب أو اللي مباشرين مع هالمشروع أو مع هالعمل، ويبدأ بعمل الانجيجمنت والارتباط معهم. وهنا نجي لمفهوم الانجيجمنت. الانجيجمنت يعني الارتباط. وش معنى كيف يكون فلان مرتبط بفلان؟ الجواب ببساطة، إذا كان الاتصال بينهم وثيق هذا يحقق الانجيجمنت. طيب هذا يمشينا الفكرة أخرى أطول قد ما تكون في معرض السياق، لكن أبشير لها طالما أني تكلمت عن السياق عن الاتصال عفوا. إذا جيت تقول اتصال فهو بالنهاية تبادل معلومات. طيب إذا جيت بقول اتصال فعال فهنا أعرف أنه لا، في شروط لتحقيق الاتصال الفعال. وش الشروط؟ بشكل أو بآخر ميرنا شرحتها لكم، فصلت وما شاء الله أسهبت، لكن ببسطها هنا بمجموعة من الشروط اللي تضبط حكمنا هل الاتصال هذا يعتبر فعال أو لا. أولا حتى أقول أن الاتصال فعال لابد أنه يكون الرسالة موجهة للمعني فيها، يعني ما هي برسائل مشتتة للجميع، هذه واحدة يعني بين الأطراف المعنيين بهالمعلومات. الثاني يكون بصيغة صحيحة،
كيف بصيغه صحيحه؟ يعني والله انا برسل او بنقل هالمعلومه من اكس الى واي، ما يمكن انقلها والله باللغه الاردو وهو يتكلم انجليزي، او انقلها بالعربي وما يعرف عربي. هذا مشكله بالصياغه او الانكودينج، يمكن درستوه قبل. طيب قلنا الاول الاطراف المعنيين، الثاني بصياغه صحيحه، الثالث وهذا مهم جدا اللي هو بالتوقيت السليم. المعلومة تفقد قيمتها إذا تأخرت أو إذا تقدمت، لكن تحقق قيمتها بالضبط إذا جات في وقتها. طيب الشرط الرابع للاتصال الفعال هو أن المعلومة تكون صحيحة، وهذا بدونه كل شيء ينسف، بل أن الاتصال لا يمكن نعتبره اتصال إذا ما كان يتضمن معلومات صحيحة. نجي الآن نواصل على الدومين اللي احنا توقفنا عليه، ونقول الدومين هذا يركز أو المجال هذا يركز على الارتباط بالمعنيين. طيب الارتباط بالمعنيين كمهام محدد لنا هنا بتسعة مهام. قبل شوي بالدومين هذا اللي اسمه Risk Strategy and Planning حددنا خمس مهام، هنا عندنا تسع مهام، وهذا مؤشر أن الارتباط بالمعنيين يعتبر أمر جدا مهم ومؤثر، ويلعب يعني دور كبير في نجاح إدارة المخاطر وفي مجال إدارة المشاريع بشكل عام. طيب أبدأ الآن بذكر أو استعراض التاسكات اللي ضمن هالمجال. أولا Promote Common Understand of Value of Risk Management. هنا لي رجاء أي واحد منكم يسمع الكلام ذا، يسمعون وأنا أقرأ بالإنجليزي يقول ياه يا منعم أنا لغتي ضعيفة أنا ما أدري إيش الكلام هذا، لا يصير ببالكم، أنا بقرأ بالإنجليزي ومن برجع أتكلم فيها بالعربي. Promote Common Understanding يعني تعزيز الفهم العام لقيمة وأهمية إدارة المخاطر، هذه مهمة. طبعا وإن كان اسمها مهمة تحس أنها صغيرة لكن تتضمن أنشطة كثير. طيب المهمة الثانية اللي ضمن الدومين هذا Train وCoach وEducate الStakeholders and Risk Principles and Processes. درب ووجه وثقف الStakeholders بأسس وقواعد وعمليات إدارة المخاطر. أيوة لاحظوا هنا وش قال، قال مين Train وCoach and Educate، مين الStakeholder. طيب لو جيت وسألتكم سؤال الآن وقلت لكم هل فريق المشروع اللي يعمل مع مدير المشروع يعتبر Stakeholder؟ أنتظر الجواب منكم، واحد بيقول إيه، واحد بيقول لا، واحد بيقول نص ونص، واحد يقول على حسب. ارجعوه للتعريف اللي أنا قلته قبل شوي، وش قلت أنا؟ اكتبوه عندكم بورقة. يقول لك الستيكهولدر هو أي فرد أو مجموعة يؤثر أو يتأثر سلب أو إيجاب بالعمل أو بالأنشطة. يعني المفهوم مطاطي يشيل كل الناس وكل الجن بعد. طيب هل أنت عليك يا مدير المخاطر أنك تثقف وتدرب كل هالناس؟ الجواب لا، هذا لا يمكن أنه يصير، لكن تعرف أنه في فئة معينة ضمنها الستيكهولدرز لابد حتى تحقق معهم الارتباط المناسب الستيكهولدر انجيجمنت، لابد أنك ترين وتكوتش وإديوكيت له أساسيات وعمليات إدارة المخاطر. هذه المهمة رقم اثنين. المهمة رقم ثلاثة Coach Project Team Members. يجي واحد يقول الآن طبعا ما أنت بتقول قبل شوي Project Team Members هم جزء من الستيكولدرز، نعم صحيح، لكن لهم في كل عمل وفي كل نشاط ضمن نطاق المشروع خصوصيتهم، فالتثقيف اللي يقدم وأن التدريب اللي يقدم للأذر ستيك هولدر لا يمكن يكون بمستوى
ما يقدم لفريق إدارة المشروع. بالمناسبة، إدارة المخاطر على وجه الخصوص، أو خلني أقول تحديد المخاطر على وجه الخصوص، ما يتم من خلال مدير المشروع لوحده. هو من الأنشطة القليلة اللي ما يمكن مدير المشروع أنه ينفذه لوحده. ليه؟ لأن المخاطر لها اعتبارات عدة، في لها اعتبارات إدارية يغطي مدير المشروع، لكن في اعتبارات فنية يغطي المتخصص الفني، لها اعتبارات مالية يغطي فريق الإدارة المالية، وهكذا. لذلك تحديد المخاطر دائما يكون نشاط جماعي. التاسك رقم 4 يقول لك assess stakeholders tolerance، يعني قيم الستيكهولدر توليرانس. قبل شوي يوم اني ابدا في هالدومين قلت لكم ما يمكن ان تجي تحدد من راسك تقول هذا خطر وهذا مو بخطر. فيه من يملك الصلاحيه والرؤيه والسماحيه بتحديد الخطر، منهم قلنا الستيكهولدر بشكل عام. طيب بالتحديد وش علي اني اسوي حتى أستطيع أني أتعامل وأحدد المخاطر اللي ممكن يواجهها المشروع؟ أقول ببسيط العبارة، حدد نطاق السماحية عند الستيكهولدر. طيب نطاق السماحية أو سماحية الخطر، ريسك توليرانس، سماحية الخطر. بعض الناس تجد أنه مجرد أنه يشك إن فيه والله جانب معين أو خطر معين على نشاطه، ممكن أنه يوقف النشاط ويلغي فكرة المشروع. ناس آخرين يقول لك لا أنا ما عندي مشكلة، أنا أدخل بالمخاطر وأروح وأبعد وا 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 وا. وش الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق بسيط. الأول الريسك توليرانس حقه نطاقه ضيق، نطاق السماحية عنده ضيق، هذا اللي ما يبغى يدخل بالمخاطر. بينما الثاني نطاق السماحية عنده أوسع. طب هنا بوقف عند شغل. طالما أني تكلمت عن النطاق السماحية، إذن الأمر أيضا مرتبط بسلوك الشخص، بسلوك الستيك هولدر. هذا هو بالضبط اللي ضمن في تاسك 5، قال يوم انك تحدد نطاق السماحية لكل شخص، حدد سلوك الشخص، حدد الريسك اتيتيود للستيك هولدر تجاه المخاطر. ايوه كذا ظهر لي مفهومين جديدين ضمن الدومين رقم 2، الاول ريسك توليرانس، الثاني ريسك اتيتيود. ابجي اعطي مثال على الريسك توليرانس وبرجع، ولا نبي نفصل بالاتيتيود لاني مفرد لها شريحه خاصه. من امثله او من الامثله الظاهره في الريسك توليرانس هو ما نلقاه احيانا في بعض المنظمات، او خلني اخذها على البنوك. البنك يقول لك انا مستعد اني استثمر في شراء اسهم معينه طالما الانخفاض على مستوى العام ما تجاوز 5%. طيب 5% هذه وش تسمى؟ تسمى التوليرانس. من 0 إلى 5% هذه التوليرانس، نطاق السماحية. طيب أعطي مثال ثاني، أقول أنا مستعد أني أبحر، إذا كنت ربان سفينة مثلاً، أني أبدأ رحلتي البحرية طالما سرعة الرياح من 1 إلى 17 كيلو متر بالساعة. من 1 إلى 17 أو من 0 إلى 17 هذه تسمى ريسك توليرانس. طب بعد 17 لا، أنا كذا تجاوزت نطاق السماحية. ما نبي نتكلم وش المفروض تسوي إذا تجاوزت هالنطاق، بتكلم عنه لاحقا، لكني بس بشرح لك هالمفهوم اللي متعلق بالريسك توليرانس. طيب نجي تاسك 5، قضينا من 5 قلنا ايدنتيفاي ستيك هولدرز،
ريسك اتيتيودز اللي هو سلوك المخاطره وسلوك المعنيين تجاه الخطر، اللي بعده انجيج ستيك هولدر بيست اون ريسك برايورتايزيشن، الارتباط مع المعنيين وفق او حسب اولويه المخاطر. بعض المخاطر ما تسوى عليك انك كل يوم ترسل تقرير عن حاله الخطر، خطر ماينر ما يستاهل. يعني ممكن ارسل كل شهر تقرير، كل سنه تقرير يعطيك حاله الخطر، لكن مو من غير المناسب اني ارسله كل يوم. طيب على اي اساس انا احدد؟ على اساس البرايورتايزيشن اللي انا اختار. اذا هنا افهم انه عليك يا مدير المخاطر انك ايضا تحدد الاولويه بالمخاطر. يعني والله حدوث حريق، والله حدوث فيضان، حدوث عصيان مدني، مظاهرات سياسيه، هذه كلها مخاطر صح؟ انت عليك يا مدير المخاطر ومدير المشروع انك تحدد الاولويه، وعلى اثرها تبدا بالارتباط مع المعنيين بكل خطر. نجي الان للتاسك رقم 7. طيب الان نتكلم عن التاسك رقم 7، عفوا نعم التاسك رقم 7. فنقول provide related او risk related recommendation to stakeholders، تقديم التوصيات للمعنيين حول المخاطر ايا كانت التوصيات. التاسك رقم 8 يقول لك promote risk ownership by proactive communication. هنا بس في جزئية متعلقة بعيدة عن المخاطر، متعلقة بالترجمة. أنا مؤخرا صرت أطلع كثير على الأنشطة اللي تقدم من الأخوان والأخوات في مجال الترجمة، وصراحة لقيت أنه في إشكالية متعلقة بهالأمر. الترجمة بشكل عام لها أشكال، ففي شيء يسمى ترجمة لفظية، وفي شيء يسمى ترجمة شبه لفظية، وفي شيء يسمى ترجمة بالمعنى. إذا كنت تتعامل أو إذا كنت تهدف تقديم معارف معينة، فالواجب عليك إذا كنت تترجم أنك تصل إلى المعنى، ما تتمسك بالترجمة الحرفية، لأن الترجمة الحرفية أو شبه الحرفية أحيانا تفقد العبارات معناها. فأنا لو جيت مثلا للتاسك 8 وقريتها promote risk ownership by proactive communication، تعزيز ملكية الخطر بواسطة الاتصالات الاستباقية، ما هي صحيح، هي ترجمة صحيحة لكن ما هي بالترجمة الأنسب. إذا جيت بتترجمها بطريقة بالمعنى، فأنا ببسيط العبارة أقول تعزيز المسؤولية تجاه المخاطر من خلال التواصل المسبق. كذا أنا أكون جبت المعنى وجبت الفكرة بشكل صحيح. طبعا هذا إشارة فقط لبعض الممارسات اللي لاحظتها مؤخرا في بعض الوثائق. التاسك رقم 9 والأخير في هالدومين، ليز وذ ستيكهولدر أوف أذر بروجكت. ليز نقدر نقول إنها مرادف لكلمة كومونيكيت، يعني تصبح معنى التاسك التواصل مع المعنيين في المشاريع الأخرى. طبعا هذا مؤشر مهم وفكرة رئيسية لابد ناخذها بالاعتبار، إنه بعض المخاطر أثرها وأسبابها قد ما تكون ضمن نطاق العمل اللي أنت مسؤول عنه، قد تكون مرتبطة بأعمال أخرى، فهذا لابد المدير المشروع أو مدير المخاطر أنه يأخذه بالاعتبار. نجي للدومين رقم 3، Risk Process Facilitation، تسهيل تبسيط عملية المخاطر. هل هذه ترجمة صحيحة؟ حرفيا هي صحيحة لكن بالمعنى هي غير صحيحة. Risk Process Facilitation يعني
تيسير عمليات وتيسير أو تبسيط عمليات إدارة المخاطر. وهذه طبعا تتضمن 7 مهام رئيسية. أول مهمة Apply Risk Assessment Processes، تطبيق عمليات تقييم المخاطر. اللي بعده Facilitate Risk Identification، تبسيط أو تسهيل تحديد المخاطر. وقبل شوي تذكرون يوم أني أتكلم عن هالأمر أو عن موضوع تحديد المخاطر، قلت ترى تحديد المخاطر المفروض أنه ما يكون مدير المشروع ومدير المخاطر هو المسؤول عنه، لا، راح يكون فيه مسؤولين آخرين، المخاطر الفنية، المخاطر المالية، المخاطر إلى كل أنواع المخاطر، لذلك هو عمل جماعي. طيب هنا أنت يا مدير المشروع أو مدير المخاطر، ما يعني أنه العمل والنشاط هذا مرتبط بأشخاص آخرين أنه ما يكون لك دور، لا، لا بد يكون لك دور بدعمهم، تثقيفهم، بمساعدتهم في تحديد المخاطر. على الأقل عرف لهم الخطر. اليوم في كثير ناس يتعاطون مع المخاطر حتى ما يعرفون إيش يعني خطر. لو سألت واحد قلت له والله الخطر، هل الزلزال خطر؟ أقول عدد لي المخاطر اللي ممكن تنشأ في الطبيعة. يقول لك الزلازل والبراكين والفيضانات. ترى إذا رجعنا للتعريف الصحيح للخطر، هو مو مسمى أو صفة، هو حدث. فالأصح ما أقول الزلازل والبراكين والفيضانات، أقول حدوث زلزال، حدوث بركان، حدوث فيضان، لأنه هو بالأساس حدث قد يقع وقد ما يقع. طيب نجي بعد كذا للتاسك رقم 3، Facilitate Project Team Evaluation of Identified Risk Attributes، إنك تساعد فريق العمل، فريق المشروع، في معرفة وتحديد خصائص المخاطر. كل خطر تدرسون خصائصه، والله حدوث زلزال خصائصه اللي بترتبط فيه، الأثر، احتمالية الوقوع، مؤشرات وقوع الخطر، هذه كلها تعتبر من الاتريبيوتس اللي يكون عليه مدير المشروع أو مدير المخاطر أنه يساعد الناس بتحديدها. تاسك رقم 4، Facilitate Development of an Aligned Risk Response Strategy and Actions. انتبهوا، ذكرت قبل شوي يوم أتكلم عن الخطة البلان وعن الاستراتيجية، قلت ترى الاستراتيجية أي شكل من أشكال البلان، لكن فرقها عن البلان أن نطاقها وإطارها الزمني أطول. طيب وش معنى الكلام هذا؟ معناته أنه عندي للتعامل مع المستقبل 3 أشكال. أما أني أتعامل مع المستقبل من خلال الاستراتيجيات، أو من خلال الخطط وهذه أقصر مدى، أو من خلال actions فقط. لو لاحظتوا هنا وش ذكر، بعض العبارات لها معنى عميق جدا. قال أنك تطور الردود تجاه كل خطر بما يتوافق مع استراتيجية التعامل مع المخاطر. طيب سواء كانت استراتيجيات أو كانت actions. اللي بعده التاسك 5 يقول لك facilitate the formulation of project contingency reserve، تبسيط، تسهيل، تحديد الحجوزات أو حجوزات الطوارئ. هنا أمر جدا مهم بالتعامل مع المخاطر، وهذا اللي أنا أقوله يجيكم بالكوز، يقول لك وحتى ممكن بالاختبار، يقول لك أنك إذا جيت تتعامل مع كل خطر لابد أنك تضع حجوزات. الحجوزات هذه ممكن تأخذ 3 أشكال. أما أنها تكون حجوزات مالية، يعني مبلغ من المال تضعه للتعامل مع أثر أو مع مؤشرات وقوع الخطر،
أو حجوزات زمنية، يعني بفر زمني وقت إضافي تضعه، أو حجوزات متعلقة بالموارد، باللوجستيك والريسورسز. هذا يندرج تحته الـ human resources. فأنا في تعاملي مع الآثار أو مع الاحتماليات لوقوع أي خطر أمامي ثلاثة أشكال من الـ contingency reserve. الأول الـ human resource، عفوا الفلوس الـ cost، الثاني الوقت الـ time، الثالث الـ resource بشكل عام، وهذا يندرج تحته اللوجستيك. ننتقل بعد كذا إلى التاسك رقم 6 اللي تقول provide risk data to cost and schedule analysis. طيب، أحيانا أو لو لاحظت مسمى هالدومين يقول لك risk process facilitation، يعني أعمالك كلها مرتبطة في إيش؟ في التبسيط، في التسهيل. التسهيل لمين؟ للآخرين. في ماذا؟ قال بالأول بالأسسمنت، قال بالثاني التاسك الثاني، قال بالتحديد، قال بالثالث بالخصائص، قال بالرابع بالتوائم على مستوى الاستراتيجية والأكشن، يوم جاء للخامس التاسك الخامس قال إيش؟ بحجز أو بتحديد الحجوزات، ثم جاء بالسادس وقال تأمن البيانات المتعلقة بالتكلفة والزمن اللي مرتبطة بكل ريسك. أحيانا هالمعلومات ما تكون متوفرة، لكن برضو هذا ما يعفي المعني أو المسؤول عن إدارة المخاطر من المسؤولية في تأمين المعلومات المناسبة. آخر شيء فاليديت التحقق من البوتنشال ريسك ريسبونسز. عليك دائما في هالدومين أنك تتحقق من مناسبة وفعالية خطط الرد اللي تضعها تجاه كل خطر. أيضا عليك أنك تتحقق من الارتباط المخاطر بعضها ببعض وارتباطها أيضا بالمتطلبات. ننتقل الآن إلى الدومين رقم 4. الدومين رقم 4 قال ريسك مونيتورينج اند ريبورتينج. احنا كم قلنا بداية بالمقدمة؟ قلنا عندنا بالفريم ورك حق بي ام اي عندنا خمسة دومين وعندنا ستة بروسيسز، واحنا لازلنا قاعدين نعرض الدومينز ونعرض وش الاكتيفيتي، عفوا وش التاسكات اللي في كل دومين. الدومين هذا من اسمه واضح انه مرتبط بالمراقبة وإعداد التقارير. طبعا المراقبة هي نشاط، النشاط هذا مخرجه الطبيعي دائما يكون إيش؟ observation، موجودات، ملاحظات، findings. طيب هل أستطيع أني أقول والله هذه الobservation وأسردها كذا friendly verbal؟ لا، هذه مهمة ممارسة مهنية ولا هي بصحيحة. لذلك الreporting كمفهوم هو دائما مرتبط في موضوع المونيتورينج. حتى في أطر عمل إدارة المشاريع دائما تلقى التقارير منين تطلع؟ من العمليات اللي موجودة بالمراحل اللي فيها مراقبة. طيب بالدومين 4 عندي فيه 1 2 3 4 5 6 7 تاسكات راح يفترض أنها تنفذ. أولاً التوثيق الدوري والتحديث للمعلومات الخاصة بالمخاطر. طب التوثيق هذا وين يكون؟ هذا يكون في سجل يسمى سجل المخاطر، عرضوه لكم الدكاترة قبل، لكن برضو بنسهب فيه إن شاء الله وبنطبق عليه التطبيق أو بننفذ عليه شيء عملي. المهمة الثانية coordinate with project manager. لاحظ أني وأنا أتحدث هنا قلت بالبداية أن عندنا أطر عمل كثيرة، الآيزو قدمت، الآيساكا قدمت، المدري مين قدم، والبي ام آي قدم. هنا وفق إطار عمل البي ام آي يفترض
أن مدير المخاطر مرتبط بمدير المشروع، لذلك ينضم التاسكات في هالدومين. ذكر صراحة أنك أنت يا مدير المخاطر يعني واجب عليك أنك تصير منسق مسبقا ومقدما ومؤخرا مع مدير المشروع. طيب، أيضا بيكون عليك بالتاسك رقم 3 أنك تضع المعايير وتحدد التقارير. تاسك 4 أنك تراقب الرد على المخاطر. وفق إيش؟ وفق معايير. كل عملية رد على خطر يقع أو يقترب من الوقوع يفترض أن لها إطار زمني، تكلفة وريسورسز، لأنه ترى الخطر وإن كان يعني حدث لكنه ترى شكل من أشكال المشاريع اللي لابد تخطط له. وطالما أنه على هالشكل، إذا واجب عليك أنك تضع معايير محددة بحيث أنك تدري هل فعلا ردك صحيح أو غير صحيح. التاسك رقم 5 Analyze Risk Responses أو Risk Processes Process Performance Against ماتريكس. قبل شوي قلت راقب معايير الرد، الآن وش قلنا؟ قلنا حلل المعايير هذه بمقابل إيش؟ بمقابل الأداء. إيش يعني؟ طالما إن في تحليل، إذا عندي قيم على أرض الواقع وقيم مخطط لها. طيب، إذا سمعنا كلمة تحليل معنات إني أبناظر القيم هذه وحدد الفارينس بينهم. على أساس هالفارينس أو على أساس هالتباين بين اللي على أرض الواقع وبين اللي أنا مخطط له، أبجي وقر وحدد إيش طلبات التغيير المناسبة. الآن ننتقل من الجزئية أو من المهمة المتعلقة بالتحليل إلى المهمة المنطقي أنها تكون بعد التحليل، اللي هو تحديث خطة إدارة المخاطر. وهذا بالضبط اللي احنا نشوفه بالمهمة رقم 6. بعد كذا المهمة رقم 7 اللي هي توثيق الدروس المستفادة، وهذا يعتبر من الممارسات الشائعة والنموذجية اللي نجدها في كل إطار عمل. ننتقل بعد كذا إلى الدومين رقم 4 Perform Specialized Analysis. قبل شوي أشرنا إلى التحليل بطريقة عامة، التحليل اللي ما يتطلب أدوات معقدة ولا يتطلب ممارسات دقيقة جدا. في الدومين هذا اللي هو الخامس نتكلم ونشير إلى التحليل الآخر الأعمق اللي يتضمن تحليل كمي وتحليل نوعي للمخاطر. فبنجد فيه في عندنا ثلاث أنشطة أو ثلاث تاسكات. الأول تقييم خصائص المخاطر المحددة، اللي بعدها تحليل البيانات اللي نحصل عليها من الأعمال والأنشطة الخاصة بالمشروع. أما التاسك رقم 3 فهو تنفيذ التحليل الخاص أو التحليلات الدقيقة جدا والعميقة، مثل استخدام المونتي كارلو أناليسيز وغيره من الأدوات. ممكن أنه يصير أو ممكن يطلع على بال أحدكم يقول قبل شوي التحليل اللي أشرنا له وش يتعلق فيه؟ قلنا التحليل كان عام جدا، يتكلم عن المعلومات اللي تردنا حول الأداء مقابل المعايير اللي احنا حددنا. لكن التحليل اللي هنا لا، نتكلم عن بيانات عامة تردنا من المشروع. هذه هذه بتفصيل ممل المهام اللي مدرجة في كل دومين من الدومينز الخمسة في إطار عمل PMI الخاص بإدارة المخاطر. في فكرة هنا مهمة أحب أنوه عنها متعلقة بأنواع المخاطر. المخاطر بشكل عام
معروف أنها أحداث قد تقع قد ما تقع. طيب، إذا ثبت أن الحدث هذا واقع واقع، هل يمكن أني أعتبره خاطر؟ أبداً غير صحيح. أنا إذا كان الحدث مؤكد الوقوع إلى نسبة محددة يعني، فهذا ما أقدر أصنفه كخطر. أنا أعتبر المخاطر هي الأحداث اللي تحتمل الوقوع وتحتمل أيضاً عدم الوقوع. الأحداث هذه والمخاطر هذه ممكن وفق إطار عمل BMI أنها تأخذ مستويين. المستوى الأول يسمى الانديفيدوال ريسك، أما المستوى الثاني يسمى الأوفر أول بروجكت ريسك. طيب، هنا يصيب الناس لبس في التفريق بين هالنوعين، طبعا لأنه كثرة تصنيفات المخاطر، تصنيف مرتبط بالأسباب، تصنيف مرتبط بالآثار، تصنيف مرتبط بالمؤشرات، تصنيف مرتبط بالمستوى. اليوم عندنا في إطار عمل BMI تصنيف جديد متعلق بمستوى المخاطر الأول، أما أن تكون individual risk، الثاني أما أن أو تكون overall project risk. طيب، حتى أسهل الفكرة هذه، نقول الindividual risk هي المخاطر اللي مرتبطة بالأنشطة داخل المشروع، الأوفرول بروجكت ريسك هي المخاطر الأعم اللي تكون على تؤثر على المشروع بشكل عام. وعادة هالنوع من المخاطر اللي يسمى أوفرول بروجكت ريسك يكون نتيجة وقوع مجموعة من الاندفجوال ريسك. طيب، هذا بأبسط ما يمكن شرحنا المفهوم. نجي الآن إلى فكرة أيضا أشرنا لها وقلنا ما حنا مسترسلين فيها، اللي هي الستيكهولدر ريسك أتيتيود. إيش يعني أتيتيود؟ أتيتيود يعني سلوك، سلوك الناس تجاه هالمخاطر. سلوك الناس غير ثابت دائما تجاه المخاطر، بل أنه يختلف على مستوى، يعني ممكن يكون الشخص نفسه سلوكه تجاه خطر معين مختلف من حال إلى حال، مع أنه نفس الخطر. ممكن بهالمشروع يعتبره الخطر هذا عالي الأهمية، ممكن يعتبره منخفض الأهمية. لذلك مهم جدا المدير المشروع أو مدير المخاطر دائما أنه يسوي engagement، ارتباط مع الستيكهولدر، ويدرس زي ما ذكرنا قبل شوي سلوكهم تجاه المخاطر بشكل عام وسلوكهم تجاه كل خطر بشكل خاص. ليش؟ لأنه إذا عرف سلوك الستيكهولدر تجاه المخاطر يستطيع أنه يبني الأولوية والبرايوريتايزيشن ليست حقه بشكل صحيح. بالتالي أنا وش أفهم هنا؟ أفهم هنا أنه مدير المشروع أو مدير المخاطر ما يمكن أنه يحدد الأولوية وفق تقديره الشخصي إلا ما يكون مرتبط مع المعنيين، فيحدد مع هالمعنيين الاتيتيودز حقهم، ويحدد معهم التوليرانس، السماحية اللي شرحناها قبل كم شريحة. طيب، نجي الآن إلى سلوك الناس تجاه المخاطر. أخذها بأبسط ما يمكن. عادة السلوك، سلوك الأشخاص تجاه المخاطر يكون على ثلاثة مستويات. أما أنه يكون ريسك سيكر أو ريسك نيوترال أو ريسك أفيرس. طيب، وش معنى كل شكل من أشكال الأتيتيودز هذه؟ أبدأ بالريسك سيكر. الريسك سيكر هو سلوك ستيكهولدر الريسك سيكر الناس، هو سلوك الستيكهولدر أو سلوك مندفع من الستيكهولدر تجاه المخاطر. بمعنى كيف أقولها بالعامية مخربها،
يعني ما يقدم على الأمر، ما يفكر بالمخاطر اللي تترتب عليه. هذا من هو وش اسمه؟ هذا الريسك سيكر. طيب الريسك نيوترال، الريسك نيوترال هو حالة بين الاندفاع وبين التحفظ. يكون فيها الستيك هولدر غير واضح أو غير يعني غير مندفع وبنفس الوقت غير متحفظ، فتلقاه يتروى، يبحث، يجمع معلومات، وهذا اللي نسميه الريسك نيوترال. نجي اللي بعده الريسك افيرس، هذا دائما اللي خلينا نسميه بالعربي الشخص الجبان، اللي لا شاف الريسك يمين توجه الى اقصى اليسار، اذا شاف الريسك من الامام رجع وراء، وهكذا. اذا سلوك الستيك هولدرز تجاه المخاطر على ثلاثة أشكال، أما ريسك سيكر باحث عن المخاطر، أو نيوترال متعقل خلينا نقول، أو أفيرس متجنب تماما. طيب ممكن يجي واحد يقول إنه السلوك هذا أمر غير ثابت، يعني يتباين من شخص إلى شخص، أيضا ممكن أنه نفس الشخص يختلف من وقت إلى آخر، يختلف سلوكه. نجي هنا نقول له لذلك واجب على مدير المشروع أنه يحدث وثائقه دائما حتى يضمن أنه موثق الحالة الصحيحة للسلوك الخاصة بكل ستيك هولدر. فدائما إذا أجريت عملية التحليل لهالسلوكيات لابد أنه يحدث فيها نوع أو شخصية أو صنف الستيك هولدر تجاه كل خطر، سواء كان individual risk أو كان overall risk. نجي بعد كذا نوضح، تكلمنا قبل شوية عن التوليرانس، ذكرنا أنه هو نطاق السماحية، شرحنا لكم مثال الإبحار أعتقد ومثال الاستثمار بالبنوك وهكذا. هنا أمر مهم يربك كثير من الناس، الأمر هذا متعلق بأدوار مدير المشروع حسب إطار البي ام اي أو معهد إدارة المشاريع. دور مدير المشروع تجاه المخاطر عادة يكون كالتالي، أولا مدير المشروع هو المسؤول عن تحديد مستوى المخاطرة، يعني يحدد الريسك توليرانس، الريسك اتيتيودز، والريسك ابيتايت. يمكن ما تكلمنا عن الريسك ابيتايت قبل، لكن الريسك ابيتايت يعني شهية المخاطرة. فشهية المخاطرة عادة ما هي مقسمة، لكنها يعني ما لها تصنيف زي الاتيتيودز، لكنها تأخذ وصف ثنائي اما عالي او منخفض، شهية مرتفعة أو شهية منخفضة. طيب فهذا من مسؤولية مين؟ مدير المشروع. أيضا عليه دائما أنه يشجع الإدارة العليا أنها تدعم ممارسات إدارة المخاطر. ليش؟ لأنه إذا ما كان في تبني من السينيور مانجمنت لهالممارسات ما راح أبدا يتم تطبيقها وفرضها بالشكل النموذجي على الآخرين. أيضا بيكون عليه الموافقة على خطة إدارة المخاطر ويساهم في تطويرها، بيكون عليه أيضا تفعيل التنفيذ لخطة إدارة المخاطر، بيكون عليه أيضا أنه يساهم في إدارة عمليات إدارة المخاطر، يسهل الوصول إلى المعلومات ويسهل ويدعم الشفافية والتواصل الفعال، بيكون عليه أيضا أنه يراقب كفاءة وفعالية خطط الرد على المخاطر، بيكون عليه أيضا أنه يدقق ويوثق الدروس المستفادة من خطط الرد هذه، بيكون عليه أيضا بشكل دوري أنه يطلع ويشرف على إعداد التقارير الخاصة بالمخاطر، وأيضا عليه أنه يصعد للمخاطر اللي تتطلب تصعيد. أيضا بيكون عليه استخدام أو بيكون ضمن صلاحيات مدير المشروع حسب إطار العمل هذا
بيكون ضمن صلاحياته أنه يستخدم الحجوزات، سواء كانت حجوزات مالية أو حجوزات زمنية، وبيكون بشكل عام مسؤول عن الإشراف على فريق إدارة المخاطر والموافقة على خطط الرد. طيب نجي الآن أو نبي نتوقف اليوم عند الجزء الأول من إطار عمل BMI المتعلق بإدارة المخاطر، والآن بسوي مراجعة سريعة على هالقسم. أنا الآن بداية هالفصل الليكتشر قلت أنه إدارة المخاطر لها أطر عمل كثيرة متنوعة، آيزو عندها وما أدري مين عندها، كثير الجهات اللي طورت أطر عمل لإدارة المخاطر. من هالأنواع أو من هالأطر في شيء طوروه BMI اللي هو الريسك مانجمنت بروفيشنال، شهادة دولية معروفة اختصارها RMB، قدم فيها الشهادة أو اعتمدتها الشهادة على منهج وستاندرد يتضمن إطار عمل فصلناه أو بدينا بتفصيله في هالليكتشر. فقلنا إطار عمل BMI للمخاطر مبني على 2 دايركشن أو بعدين، الأول دومينز شرحناها لكم فيها تاسكات، الثاني بروسيسيز وبنتطرق لها إن شاء الله المحاضرة القادمة. قلنا عن الدومين أنها 5. طبيعي الأعمال بشكل مبسط جدا إذا جيت تراجع السلوك الطبيعي تجاه أي نشاط وعمل تلقاه يبدأ بإيش؟ يبدأ بالتخطيط، وهذا بالضبط لقيناه بالدومينز. أول ما بدأ بالاستراتيجي والتخطيط، ثم بعدين قال قبل ما نمشي للمخاطر لابد أننا يصير في دومين يعزز الارتباط مع الستيك هولدر. فعلا صار الدومين رقم 2 يعزز الارتباط مع الستيك هولدر. الارتباط مع الستيك هولدر ليش؟ حتى اعرف سلوكهم، اعرف نطاق سماحيتهم، التوليرانس حقهم، احددهم الى اخره. طيب هذا الدومين رقم 2. الدومين رقم 3 قال طالما انك خططت وطالما انك ارتبطت مع الناس، اذا منطقي ان الدومين الثالث وش يصير؟ يصير انك تساعدهم، facilitate، coach، mentor. التاسكات اللي ذكرناها قبل، الكوتش والمنتور هذه كلها صايرة بالستيك هولدر. لا أتكلم عن الفاسيليتيشن، facilitate للidentification، facilitate للapplying للassessment، كل هذول تعتبر من الأدوات اللي الناس يحتاجون أحد يساعدهم فيها. طيب ثم بعد يوم انك خططت ويوم انك ارتبطت مع الناس ويوم انك ساعدت هالناس والستيك هولدر في التحديد والعمل في عمليات إدارة المخاطر، بيكون عليك ايضا او بيكون في دائم دومين اسمه مونيتور والريبورتينج. اخيرا اضفنا الدومين الخامس اللي هو بيرفورم ايش؟ Specialized Risk Activity. بعد ما تحدثنا عن الدومين رحنا المفهوم متعلق بإيش؟ بمستوى المخاطر، وذكرنا أن عندنا نوعين من المخاطر. الاندفجول هذا عادة يصير على مستوى أنشطة المشروع، والأوفر أول يصير على مستوى المشروع بشكل عام. وقلنا بعد أن الأوفر أول قد يكون نتيجة، غالبا هو نتيجة من وقوع مجموعة من الاندفجوال ريسك، ولا بالضرورة فقط اندفجوال ريسك وقعت، يكون اندفجوال ريسك بلس سمثينج، ممكن يكون إشيو، ممكن يكون ظروف معينة، المهم أنه تراكم مجموعة من الأمور تتضمن الاندفجوال ريسك هو اللي يكون وراء أو سبب وقوع الأوفر أول ريسك. ثم بعد كذا أشرنا الاتيتيود وذكرنا 3 أنواع، وبعد كذا أشرنا حتى ما يكون فيه لغط إلى دور مدير المشروع وفق إطار عمل BMI كيف بيكون، وتوقفنا عند ما يسمى أو انتهينا عند الجزء الخاص بعمليات إدارة المشروع. إن شاء الله
بيكون لقائنا القادم يتضمن البنهجي العمليات إدارة المشروع اللي هو القسم الأول من هالليكتشر هنا اللي هو البروسيسز، وأيضا بنتكلم عن الميثودولوجيز والتولز اللي تستخدم في التعامل مع المخاطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.